كن سلفيا على جادة السلف، ليس فقط بالدعوة والقول، وإنما بالعمل والحال والسلوك والمنهج. منهجك منهج السلف. ولهذا بلينا في أواخر هذا الزمان بمن يدعي انتسابا إلى السلف ويخالفهم بفعله أو بسلوكه أو بإثاره نواقض هذا الطلب من العلو والغرور والعجب وازدراء العلماء وقلة احترامهم وتوقيرهم، ترفع عن الناس، يتعلم العلم يجاري السفهاء أو يمالي العلماء. هذا لا شك أنه يخالف الدين ويخالف جادة السلف.